المنخفض الهندي، موجة شديدة الحرارة تضرب 7 دول عربية من بينهم مصر، وعلى الجانب الآخر فيضانات تجتاح عدد من دول العالم. أرقام قياسية لمنصة ثريدز، وإيلون ماسك يلجأ للقضاء. مؤتمر صحفي للحكومة تعرض فيه أو عرضت فيه تطورات برنامج الطروحات الحكومية. الفيلم الوثائقي الهرم المفقود في سقارة يتصدر الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس. القصة والكواليس يرويها أحد أبطال هذا العمل في جزئها الأول، عالم الآثار المصري العالمي دكتور زاهي حواس. رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حوار الليلة في مساء دي أم سي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساء حضراتكم جميعا بكل الخير. حلقة جديدة من مساء دي أم سي. كالمعتاد هننطلق بجولتنا الإخبارية، لكن نستهل حلقة اليوم عشان نطلع حضراتكم على ترند النهاردة. من بين الترندز الحقيقة الترندنج على مدار الساعات القليلة الماضية هو هاشتاج الشركة المتحدة، وده لسببين. نبدأ بالسبب الأول فيهم، حيث حدث ضخم تستضيف مدينة العالمين الجديدة، وهو مهرجان فاستيفال. جميل جدا، عظيم جدا، حدث ترفيهي، هو الأكبر في الشرق المتوسط. تنطلق أولى فعالياته بعد حوالي 48 ساعة يوم 13 يوليو الجاري، ويستمر على مدار موسم الصيف حوالي 44 يوم عشان يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. زي ما قلت لحضراتكم، 48 ساعة مدينة العالمين بصدد أن تنطلق فيها فعالية كبرى بمجموعة من الأنشطة، يمكن 12 نشاط وأكثر، ما بين نشاطات ترفيهية وعدد من النجوم المصريين والعرب اللي هيمتعوا عشاقهم بمجموعة من الحفلات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية ما بين ماتشات كرة قدم وكرة قدم شاطئية وماتشات بادل تنس. وبقت اللعبة دي حقيقة مشهورة، ويعني انتشرت كالنار في الهشيم على مدار الفترة الماضية. وإلى جانب مجموعة أخرى، عروض بالطائرات في السماء، جيت سكي تشالنج، سباقات بالجيت سكي وما إلى ذلك. ف مجموعة من الفعاليات هتعمل روح جميلة جدا جدا الحقيقة في مدينة العالمين الجديدة، واللي بتقام أو بيقام فيها هذا المهرجان تحت شعار العالم عالمين، نسبة إلى مدينة العالمين الجديدة. تنطلق الفعاليات تحديدا يوم 13 يوليو بعد بكرة إن شاء الله، وتستمر لحد 26 أغسطس. وزي ما قلت لحضراتكم، أكثر من 12 نشاط ما بين رياضي وترفيهي وغيرها من الأنشطة الأخرى. هيبقى فيه أيضا فاشن شو هيبقى موجود، بيضم مجموعة من أشهر المصممي الأزياء في مصر والوطن العربي. في أحداث وفعاليات كتيرة جدا جدا الحقيقة. ويمكن كان منذ قليل في مؤتمر صحفي، قبل ما اتكلم حضراتكم عن بعض تفاصيله، خلينا نلقي نظرة عشان نتعرف على أهم الأنشطة اللي حضراتكم هتكونوا في انتظارها من ضمن الأنشطة اللي موجودة في مهرجان العالمين. مهرجان العالمين الجديدة 2023، موسم مليء بالتشويق، بحفلات موسيقية عالمية مع أكبر النجوم، we
بطولات ومسابقات دولية للمحترفين وأنشطة مختلفة. عروض أزياء عالمية. وحفلات توزيع جوائز دولية. استعد لتجربة فريدة من نوعها في أحدث وجهة سياحية وأكبر مدينة سكنية من الجيل الرابع. زائرا كنت أو مستثمر، كن جزءا من المستقبل واكتشف مدينة العالمين الجديدة. طيب الحقيقة فعالية مهمة وجميلة، وأنا أتمنى أنه أجندتنا على مدار السنة تبقى مليانة ومكتظة بالفعاليات والأنشطة والمهرجانات الفنية والرياضية والثقافية، جزء منه عشان المواطن المصري والجزء الثاني عشان ده ينشط السياحة بشكل أو بآخر. السياحة الترفيهية مهمة جدا، وفي جزء ثالث لو بنتكلم مثلا على مهرجان العالمين الجديدة كما جاء في المؤتمر الصحفي النهاردة، إنه فرصة عشان توجه أنظار العالم وأشقائنا في الدول العربية بشكل أكبر على التطور الكبير اللي حصل في هذا المكان. هذا المكان اللي لو رجعنا 4 5 سنوات لورا كان رملة، مفيش حاجة موجودة فيه. النهاردة حجم الإنشاءات اللي حصلت والتطور اللي حصل في هذا المكان هيسلط عليه الضوء من خلال هذه الفعالية الثقافية الفنية الرياضية الهامة اللي إن شاء الله تبقى ممتعة لكل الحضور بإذن الله. زي ما قلت لحضراتكم 48 ساعة وتنطلق فعاليات هذا المهرجان بمشيئة الله. خلونا كمان نعرف مزيد من التفاصيل من زميلنا محمد سعيد اللي كان موجود النهاردة وتابع يعني المؤتمر الصحفي وتفاصيله، وهيطلعنا على مزيد من التفاصيل. إليك يا محمد، تفضل. مساء الخير عليك يا رامي، مساء الخير على كل مشاهدي دي ام سي في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة. يعني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل للنسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين، الحقيقة المؤتمر كان مهم جدا، عرض عدد كبير من التفاصيل والأحداث اللي هتكون موجودة خلال المهرجان اللي إن شاء الله هيكون من يوم 13 من الشهر الجاري وإن شاء الله مستمر حتى يوم 26 من شهر أغسطس القادم. أحداث كتيرة وإيفنتات وبعض الحاجات الحقيقة اللي هتكون موجودة سواء في المجال الترفيهي بشكل عام أو الرياضة أو حفلات غنائية وفنية وثقافية. عدد كبير جدا من الاحتفاليات والمشاركات من شركات عديدة وبعض الشخصيات العامة الحقيقة، كمان بعض الرياضيين هيكونوا متواجدين. المسابقات الرياضية اللي هتكون موجودة بشكل ترفيهي في مجال كرة القدم أو الكرة الشاطئية تحديدا، أيضا كمان رياضة البادل تنس هتكون بعض المسابقات اللي هيتم إنشائها أو البدء فيها في داخل مهرجان العالمين الجديدة. أيضا أحداث فنية متلاحقة هتبتدي يمكن كمان من يوم الخميس القادم، هيكون في أحداث فنية متتالية بقى وصولا لنهاية المهرجان اللي الحقيقة المخطط أن يكون المهرجان ده واحد من أهم وأكبر المهرجانات في الشرق الأوسط والوطن العربي، خاصة بقيمة مصر وبقيمة منطقة زي اللي احنا موجودين فيها زي منطقة العالمين. الحقيقة بعد التطوير وبعد ما شهدته من استثمار بشكل كبير جدا في السياحة أو العقارات أو كل التنمية الحضرية اللي شافتها المنطقة هنا في مدينة العالمين الجديدة، احنا بنتكلم منذ عقود مضت وسابقة المنطقة دي كانت صحراء حرفيا وما كانش في عدد كبير من السكان متواجد، يمكن ما كانش حد بيزور المنطقه دي كمان يمكن غير في الفتره بتاعه الصيف. احنا موجودين حاليا وشايفين التطور الهائل اللي شهدته المنطقه من ابراج عملاقه وناطحات سحاب، المكان نفسه كله بيعج الحقيقه بالناس وكل الناس عندها بهجه وفرحه بشكل كبير جدا. المكان النهارده كان متواجد فيه عدد كبير من الرياضيين من الفنانين المصريين، كل الناس عندها حاله من الفرحه والسعاده، مصحوبه بقى طبعا احنا كلنا موجودين قدام البحر هنا في الساحل الشمالي، فبالتالي بتطفي كمان نوع من البهجة أكتر. ده يمكن كانت أبرز التفاصيل عن انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الأولى لمهرجان العالمين. برجع لك مرة تانية يا رومي.
بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. من الكلام اللي بيقال كمان، وده هيبقى شيء ممتع جدا، انه مهرجان العالمين الجديده مش مجرد مهرجان هذا الصيف في 2023 وخلاص، لا، انما ده هيبقى موسمي، حتى انه البعض بدا ينادي بانه طب ليه يبقى موسمي؟ ما نخليه طول السنه. فواحده واحده يا جماعه، ننطلق بس في موسم الصيف، وان شاء الله كده الدنيا تشتغل على مدار السنه في هذه المنطقه، لانه ده جزء من هدف انشاء مدينه العالمين الجديده بكل الخدمات اللي موجوده فيها، من جامعات ومدارس ومستشفى، وكل الخدمات تبقى متوفره عشان هذه المنطقة، منطقة الساحل الشمالي الجميلة الرائعة دي، اللي الناس يمكن بتقبل عليها في الصيف فقط شهرين على مدار السنة، لا، المستهدف كان من إنشاء مدينة العالمين الجديدة إنه هذه المنطقة تبقى حيوية ونشطة وتدب فيها الحياة 12 شهر على مدار السنة، وده يبقى حلو كمان عشان ينشط السياحة أكتر. وبمناسبة السياحة، النهاردة كان وزير السياحة الوزير أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان بيتكلم على إنه لأول مرة في التاريخ، في تاريخ مصر، انه نحقق معدلات او تشهد حركه السياحه الوافده خلال 2023 نمو غير مسبوق. ولاول مره ليه؟ لانه اول 6 شهور قال انه وصل الى مصر اكثر من 7 مليون سائح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، وربنا يزيد ويبارك. ولما قارنه بالعام الماضي 2022، قال السنه اللي فاتت كان العدد حوالي 5 مليون، ففي زيادة 2 مليون، وبالتالي ده بيعزز من المستهدف إن إن شاء الله نصل بنهاية هذا العام إلى 14 أو 15 مليون سائح، ويا رب يكون أكتر. وكمان كان أشار إلى إنه العدد ده من جنسيات متنوعة، ما بين ألمان وأمريكان وطلاينة وأسبان وبريطانيين وجنسيات أخرى مختلفة، فإن شاء الله يعني يا رب على مدار هذا العام الأعداد دي كمان تزيد ونحقق رقم قياسي في 2023 في عدد السياحة الوافدة إلى مصر. بعد الفاصل بقى احكي لحضراتكم عن موضوع ثريدز والتطورات اللي حصلت وقضيه تويتر والكلام ده كله، ولكن سيب حضراتكم دلوقتي مع اخر اهم الاخبار والاحداث، ونلتقي بعد الفاصل. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنه 2023 بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 23-24. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها، بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة حققت إجمالي إيرادات 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5% خلال العام المالي 2022-2023، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو هذه الإيرادات إلى ما يقرب من 23%، وهو مستوى غير مسبوق. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، وذلك بقيادة قوات المظلات في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. أعلن المستشار حنفي جبالي موافقة مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في الموعد الذي سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يكون حارا رضا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء. كما تتوقع الهيئة أن يشهد الغد نشاطا للرياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. منصة ثريدز هنروح لها،
بس قبل ما اروح لها عايز ارجع مع حضراتكم لورا حبتين، حوالي 23 سنه 2010 حينما اطلقت منصه انستغرام، كانت حاجه جديده وصور وبتاع غير فيسبوك وغير تويتر وما الى ذلك. اخذت حوالي اسبوع او خلال اسبوع وصلت لمليون مشترك، ثم في غضون تقريبا اسبوعين لثلاث اسابيع بدات توصل الى المية. منصة ثريدز أو تطبيق ثريدز اللي وصفوه بأنه قاتل تويتر، على مدار أسبوع منذ إطلاقه مساء يوم الأربعاء الماضي كسر حاجز المليون مستخدم في أقل من خمس أيام، مش في أسبوع، في أقل من خمس أيام كسر حاجز المئة مليون. يمكن كان آخر رقم قياسي لمنصة جديدة كانت موجودة هي كانت تطبيق تشات جي بي تي، لكن الرقم كان بعيد عن كده تماما. وبالرغم من انه ثريدز كسر ال 100 مليون مشترك جديد، الا انه هذا الرقم بيعد اقل من تلت عدد مستخدمي تويتر حتى هذه اللحظه، لانه عدد مستخدمي تويتر بيقدر بحوالي 350 مليون حساب. على هذا الجانب كمان أشارت بعض التقارير الصحفية على رأسها موقع اسمه كلاود فير رادار، وده بيرصد حركة الاستخدام اللي موجودة لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. طبعا راصد التطور الرهيب اللي بيحصل على منصة ثريدز، بس بيقابله كمان تم الإشارة إلى معدل انخفاض في عدد المشتركين على منصة تويتر، وده مش بس عشان موضوع ثريدز، يمكن ثريدز سرعه شوية اليومين دول، لكن الموضوع ده بادئ منذ أن استحوذ إيلون ماسك على موقع تويتر. وبسبب الربكة اللي عملها ثريدز لتويتر حصل شد وجذب كبير جدا على ما بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج مالك تويتر ومالك منصة ثريدز أو رئيس تنفيذي يعني الميتا المالكة لمنصة ثريدز. مش بس كده كمان، إنما بدأ يبقى فيه كلام على تحرك قضائي وإجراءات قانونية. محامي المسؤول عن الشؤون القانونية يعني لتويتر اتهم مارك زوكربيرج بالاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية لتويتر لإنشاء ثريدز. وعزز كلامه ده بيقول إنه شركة ميتا قامت بتعيين عدد من الموظفين السابقين اللي كانوا موجودين في تويتر، وبالتالي كان عندهم ولا يزال لديهم أو بيتمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية. فبالتالي من هذا المنطلق بدأت التحركات القانونية من تويتر ضد منصة ثريدز. شركة ميتا الحقيقة نفت هذه الاتهامات، وبدأت بقى في ضوء المتغير اللي موجود ده، وجود منصة ثريدز والهجوم الكبير اللي موجود من عدد من المستخدمين عليه، بالرغم من أنه حتى هذه اللحظة منصة ثريدز مش شغالة في أوروبا. ليه؟ لأنه الاتحاد الأوروبي لسه بياخد إجراءات كده مع منصة ثريدز، فمش مفتوح ثريدز في أوروبا. لكن بدأت بعض الصحف كمان تتكلم أو تتساءل عن مستقبل تويتر، وعدد من المواقع بدأت تتكلم عن أنه مستقبل تويتر قد يكون في خطر، زي CNN Twitter's future is in doubt، أنه في ضبابية على مستقبل تويتر بعد ما ثريدز كسر ال 100 مليون مشترك. ده فيما يخص تطور موضوع ثريدز. من حالة الحرارة الشديدة بقى في العراق ما بين تويتر وثريدز، نروح لحالة الحرارة الخاصة بالطقس، وما هو المنخفض الهندي. بدأت بعض الكلام على أنه في منخفض هندي يضرب سبع دول عربية من بينهم مصر إلى جانب الأردن، سوريا، لبنان، ودول عربية أخرى وفلسطين وعدد من دول العربية الأخرى. المهم أنه عزز الكلام ده كمان أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت تتكلم عن هذا الأمر، وأشارت إلى أن في موجة شديدة الحرارة هتضرب كافة أنحاء الجمهورية نتيجة منخفض الهند الموسمي، وأنه متوقع أن موجة الحرارة دي تنطلق بداية من يوم الخميس وتستمر على مدار ما بين أسبوع إلى أسبوعين. والتوقعات بتشير إلى أنه في موجة الحرارة دي هتوصل درجات الحرارة قد تتجاوز ال 42-44 تحديدا. لو بنتكلم 44 يبقى بنتكلم على صعيد مصر، على القاهرة الكبرى متوقع أنها تبقى في حدود ال 35-36. خلونا نعرف تفاصيل أكتر
حول هذه الموجة أو هذا المنخفض الهندي من الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير أستاذ رامي، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وإيه قصة المنخفض الهندي ده؟ وطبعا حضرتك منخفض الهند ده كتلة هوائية بتأثر علينا في فصل الصيف فقط، بتتسبب طبعا في ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة اللي احنا بنشوفه سواء في فترات النهار أو في فترات الليل. نعم. خلال شهر 7 وشهر 8 اللي هم يعتبروا عز صيف جمهورية مصر العربية، بنشوف تأثير امتداد هذا المنخفض بشكل واضح على كافة محافظات الجمهورية، ودي تعتبر أول ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة اعتبارا من يوم الخميس، مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل. ارتفاع في درجات الحرارة عن القيم اللي كانت بتتسجل خلال الأيام اللي فاتت 33 و34 درجة اللي كنا بنشوفها خلال نهاية شهر 6. توصل لكام بقى دلوقتي؟ توصل ل 37، من 37 ل 38 على القاهرة، لكن طبعا مع ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح أنا أستشعر بها كما لو كانت ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية. طب عذرا المقاطعة هنا دكتور محمود، يعني نسبة الرطوبة كانت قد إيه مثلا في شهر 6، ومتوقع توصل نسبتها قد إيه مع المنخفض الهند اللي هيبدأ يوم الخميس؟ هو طبعا نسبة الرطوبة في شهر 6 كان تعتبر بين 60 و70%، لكن وجود منخفضات جوية في طبقات الجو العليا كانت بتاخد هذه الرطوبة وتعمل بها وتعمل على تكون السحب، لكن خلال هذه الفترة مفيش منخفضات في طبقات الجو العليا، فكمية الرطوبة اللي تصل إلى 70% و75% خلال هذه الفترة بتكون موجودة في الطبقة القريبة من سطح الأرض، ما بترتفعش طبقات الجو العليا وتعمل سحب، فده اللي بيحسس المواطن بحاله من الاختناق اثناء ارتفاع نسب الرطوبه وشعور ملحوظ بارتفاع في درجات الحراره. يعني 37 38 درجه دي هنشعر بيها وكانها قد ايه تقريبا مع الرطوبه العاليه؟ ما بين 38 و39 درجه مئويه خلال فترات النهار، وطبعا نسب الرطوبه في فترات الليل بتكون ملحوظه ايضا، حتى وكانت درجة الحرارة 23 و24 درجة إلا أن نسب الرطوبة بتزود إحساسنا بالليل برضو بارتفاع درجة الحرارة، فإحنا عشان كده بنقول فترات الليل لازم نكون قاعدين في مكان جيد التهوية بقدر الإمكان. والموجة دي متوقع يعني تستمر لمدة قد إيه؟ يعني هي طبعا مستمرة معانا لغاية على الأقل منتصف الأسبوع اللي جاي، ووفقا للخرائط ومع تحديث الخرائط هنبدأ نقول إن شاء الله أول ما الخرائط يحصل فيها تحسن لهذا المنخفض على طول إن شاء الله هننوه عنها في مساراتنا الجوية ونبدأ نقول موعد انكسار هذه الموجة الحارة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهم نصيحة بقى في موضوع أو في لحظات ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب طبعا المتعارف عليه من تجنب أشعة الشمس المباشرة خصوصا في وضح النهار بشكل يعني أو بآخر، واللي هيتعامل أو ظروف شغله بتحتم عليه ده لازم مرطبات. أهم حاجة اشربوا مية كتير، اشربوا مية كتير خصوصا مع ارتفاع درجة الرطوبة أو نسبة الرطوبة، لأنه الجسم بيبدأ بالبلدي كده يبك مية، فأنت محتاج تستعوض ده. فبالتالي نصيحة أنه كل لازم يحرص على شرب سوائل كثيرة وعلى رأسها المياه، دي أهم حاجة. في مقابل ده بقى بنتكلم على ارتفاع درجة الحرارة في مصر وعدد من الدول العربية، وبنتكلم على أرقام قياسية في ارتفاع درجات الحرارة في عدد من دول العالم، وفي مقابل ده أو ده في بعض الدول أدى إلى كثافات موجودة أدت إلى هطول أمطار بمعدلات أعلى. فبالتالي لما نيجي نبص على دول العالم تلاقوا عدد منها بيعاني من الفيضانات زي أمريكا، تركيا، بريطانيا، الهند، اليابان وغيرهم. وده الحقيقة شيء غير تقليدي، اللي احنا بنتكلم عليه في موسم الصيف يعتبر شيء غير تقليدي. ديلي ميل البريطانية هي كاتبة قدام حضراتكم around 80 million people to see a month's work، 80 مليون هيشوفوا متوقع يشوفوا شهر هو الأسوأ من حيث الأمطار، وده يبدأ خلال ساعات. ومن ضمن الأماكن اللي يعني بتعاني من ده ولاية نيويورك، ده على سبيل المثال. وبالتالي هذه الحالة الجوية أدت إلى إلغاء 1355 رحلة طيران. ده مش في أمريكا بس، موضوع الفيضان زي ما قلت لحضراتكم موجود أهو هنا
ده US flooding، الفيضان في أمريكا. بايدن declare state of emergency، حالة طوارئ بيعلنها الرئيس الأمريكي في فيرمونت. غير بقى أمريكا هتلاقوا في بريطانيا أهو major flood spark residents to leave cars، الناس سابت عربياتها في الشوارع في بعض الأماكن في المملكة المتحدة بسبب العواصف والأمطار والفيضانات، ده وفقا لصحيفة ميرر. اليابان أيضا زي ما حضراتكم شايفين مع هطول أمطار شديدة أدت إلى فيضانات، حصل بقى كثبان طينية انهالت على بعض المنازل وأدت إلى دمارها للمنازل والسيارات. من ضمن المدن أو الجزر اللي تأثرت هي جزيرة كيوشو. فيضانات مدمرة في الهند، 15 قتيل وأضرار كبيرة. شوفوا المية واصلة لحد فين، حتى وإن كانت هذه صورة أرشيفية يعني، لكن حجم الفيضانات كبيرة أيضا في الهند والدول الأخرى زي ما أشرت لحضراتكم. وكالة أسوشيتد بريس، تقرير بقى اللي موجود قدام حضراتكم ده بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على العلماء بيقولوا إيه على الحالة اللي موجودة دي. ونقل عنهم وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بيقولوا إنه على الرغم من هذه الفيضانات المدمرة اللي موجودة في الهند واليابان والصين وتركيا وأمريكا وغيرها، وتبدو إن وكأنها أحداث منفصلة، إلا إنه هؤلاء العلماء اللي بيتكلموا في أو أدلوا بتصريحاتهم إلى أسوشيتد بريس بيتكلموا عن إن في عامل مشترك بين هذه الفيضانات اللي موجودة شوفوا في أماكن مختلفة بعيد عن بعض، من الهند لأمريكا لتركيا وغيرهم. بيتكلموا عن إنه العواصف بتشكل أجواء أكثر دفئاً، وبالتالي ده بيجعل هطول الأمطار الشديدة حقيقة أكثر تكراراً. الارتفاع اللي موجود في درجات الحرارة ده على كلامهم خلى هؤلاء العلماء يتنبؤوا بأنه هذا الأمر يعني تنبؤوا بأنه هيحدث. السبب في ده بيقولوا أنه الجو لما بيبقى أكثر دفئاً وبيحصل احتفاظ برطوبة أكبر، ده بيسفر عن بعض العواصف بتتسبب في هطول مزيد من الأمطار اللي تؤدي في بعض الأحيان إلى فيضانات قد تكون مميتة في عدد من أو في عدد من الأماكن. ده غير الملوثات اللي موجودة وخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، ده اللي بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. وبدلا من ده بقى هنا تغير المناخ والاحتباس الحراري، فبدلا من ارتفاع درجات الحرارة بيحصل ده مكان بيسمح أو درجات الحرارة دي بتنتشر بعيدا عن الأرض، الاحتباس الحراري ده بيخلي الحرارة تفضل موجودة جوه الأرض، وبالتالي ده بيؤدي إلى هذا الأمر اللي احنا شايفينه، إنه جفاف في عدد من الدول، ارتفاع درجات حرارة شنيعة في عدد من الدول بشكل غير تقليدي، وأرقام قياسية بتتحقق يعني مختلفة عن اللي تحقق على مدار التاريخ، ويقابلها في بلاد أخرى حجم ضخم جدا من الفيضانات المدمرة كما تابعنا. أنا مش عارف قضية تغير المناخ دي هتروح بينا لحد فين الحقيقة، الله أعلم. ومتى يتحرك العالم بشكل جاد وبدل ما قاعدين بيصرفوا على حروب وأسلحة ودمار يصرفوا على إن احنا يعني ناخد بالنا ونحسن من حجم الانبعاثات، عشان بدل ما بيصرفوا على معدات بتؤدي إلى القتل يصرفوا على ما قد يحمي من مقتل العديد من البشر في هذا الكوكب والله. طيب محليا بقى، النهاردة الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي عشان يتم استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى إجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. دكتور مدبولي قال إنه هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص عشان يتولى القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وإن الحكومة أجرت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، وإنه تم تنفيذ 8 قرارات من بين الـ 22 قرار اللي كان أعلن عنهم المجلس الأعلى للاستثمار. أكد أيضا رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه، المتعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح التي كانت تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة. ده كنا اتكلمنا عنه والحكومة أعلنت عنه، دلوقتي البرلمان ناقشه وتم إقراره بالفعل ودخل حيز التنفيذ أو سيدخل حيز التنفيذ بعد طبعا ما يتم توقيع رئيس الجمهورية عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. أضاف كمان دكتور مدبولي وقال إنه الدولة بتعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وده مهم جدا.
في هذا الإطار كان اتكلم عن العقود التي تم إبرامها مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات التي تقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة 1.650 مليار دولار، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري كما أشار الدكتور مدبولي. أشار أيضا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها عشان يكون التعامل إلكتروني، ما يبقاش يعني إيه، وده مهم جدا الحقيقة في كل الخدمات اللي بتقدم أن نسرع خطانا فيه، أن كل التعاملات تكون إلكترونية وعن بعد، ما يبقاش فيها تعامل مباشر ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية كمان في البورصة، أكد دكتور مدبولي أنه هذا البرنامج برنامج مصري خالص وبيركز على تشجيع القطاع الخاص، وأنه هذا البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي أو أي من الجهات الأخرى. وأشار أيضا وأعلن أنه الدولة بتجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد ما نجحت في طرح عدد من الشركات اللي كان تم الإعلان عنها وتخرجت الدولة منها زي ما قلت لحضراتكم، وكما أشار الدكتور مدبولي بقيمة 1.9 مليار دولار. في ذات الموضوع، موضوع برنامج الطروحات الحكومية، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال المؤتمر أنه تم طرح يعني من ضمن الطروحات تم طرح شركة بها عدد من الفنادق، وده تم بشكل الطرح ده بشكل تنافسي، وتم الترسية على شركة آيكون المملوكة لهشام طلعت مصطفى. ده الطرح الأول. الطرح الثاني كان طرح حصص أقلية في 3 شركات، والطرح كان بقيمة 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة. وأوضحت أن الطرح الثالث كان هو تخارج أحد المستثمرين من شركة عز الدخيلة، وتم التخارج بقيمة 31%. وقالت أنه الشركة الوطنية لديها عروض من 3 شركات، وسيتم الترسية بين شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، وأن المستثمر المصري هو أحسن سفير للتعبير عن اقتصاد بلده، وأنه في مزيد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة. في ذات المؤتمر كمان دكتور مدبولي كان يتكلم عن موضوع الصادرات المصرية، وأنه الصادرات زادت سنوياً بنسبة 16% على مدار السنوات الماضية، لكن الدولة المصرية تستهدف خلال 3 سنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20%، زيادة إيرادات السياحة 20%، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 10% سنويا. فده من ضمن أيضا المستهدفات. خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع الأستاذة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية ومحلل الاقتصاد الكلي. أستاذة رانيا برحب بك معنا، أهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ رامي، اهلا بحضرتك. يعني بدايه عايز قراءه منك بشان برنامج الطروحات الحكوميه، وشايفه ازاي مدى النجاح في هذا البرنامج حتى هذه اللحظه. في الحقيقه خلينا نقول، وده مش راينا احنا لوحدنا، ده افاده بنجاح الدوله في الالتزام بتعهداتها والتخارج من النشاط الاقتصادي، بيتماشى مع وثيقه ملكيه الدوله اللي اعلنتها واللي تعهدت فيها بتمكين القطاع الخاص وإفتاح المجال ليه، لأن زي حتى ما صدر في التقرير القطاع الخاص هو الذي يقود قاطرة التنمية. الوقت اللي احنا بنمر فيه يمكن كثير من المؤسسات الدولية كانت بتقول في تقاريرها ان احنا عندنا أزمة فعلا في سعر الصرف، وده ناتج عن الضغوط اللي موجودة على التدفقات النقدية الداخلة للدولة المصرية. ولكن النهاردة مع تطبيق الفعلي والإعلان الفعلي عن الطروحات، اعتقد ان الامر ده هيتغير في التقارير القادمه، واعتقد ان الربع الاول من 2024 هيشهد تغير كبير جدا في دفه التقارير الدوليه فيما يخص الاقتصاد المصري. النهارده الدوله المصريه بتؤكد ان احنا فعلا ماضيين في برنامج الطروحات الحكوميه، تم الاعلان عن 1.9 مليار، اعتقد ان الامر ده هيخفف الضغط بصوره كبيره جدا، ما زال في مجموعه من الصفقات المطروحه. في بعض التساؤلات يمكن منذ بداية اليوم أو منذ بداية الإعلان عن البرنامج من جانب دولة رئيس الوزراء، البورصة فين؟ مما لا شك فيه إن دور البورصة قادم. السيناريوهات بتاعت الطرح كثيرة جدا، ولكل سيناريو جدول زمني. في الوقت الحالي الدولة المصرية بتكون محتاجة إلى سيولة دولارية بصورة سريعة، فإحنا شفنا النهاردة إن السيناريو الأمثل هو الطرح المستثمر استراتيجي كويس، وما زال الأصول المصرية بيهتم بيها الصناديق السيادية والصناديق العربية، وأيضا الاستثمار
المحلي. وده أمر مهم جدا. يعني إحنا النهاردة عندنا في البورصة المصرية طرح العز الدخيلة بتعلن إنها هيتم الاستحواذ على الحصة الخاصة بالحكومة من جانب العز حديد. نعم. وده أمر إيجابي بالنسبة اللي هم 31% اللي أشارت إليهم دكتورة هلا. هم 14% الجزء منهم رايح للعز حديد، وده بيزود استثمارات العز حديد في الشركة تابعة ليه، وده هيعود بالنفع على إحدى الشركات المقيدة. ففي أكثر من سيناريو البورصة هتستفيد بيه. طيب أستاذ رانيا، هل النهاردة بإعلان تفاصيل برنامج الطروحات بهذا الشكل، بالإضافة إلى التأكيد على إن الحياد التنافسي وإن كل القوانين اللي كانت بتعطي يعني تفضيل إلى الشركات المملوكة للدولة خلاص دي تم إلغائها، ويعني القانون اللي تقدم من الحكومة وافق عليه البرلمان بالفعل، وفي انتظار يعني أن يتم التوقيع عليه من رئيس من قبل رئيس الجمهورية ثم أن ينشر في الجريدة الرسمية. هل هنا لما بنتكلم على الموضوعين دول مع بعض ورؤية المستثمر المصري والأجنبي لهذه التفاصيل، ده ممكن يعزز من حجم تدفق الاستثمارات خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة؟ وخليني أقول لحضرتك إن حتى من قبل ما يتعرض على مجلس النواب ومن قبل ما يوصل إلى سيادة رئيس الجمهورية، إحنا خلينا النهاردة في المؤتمر دولة رئيس الوزراء بيعلن عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المصرية، ومصر أصبحت ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، وأكثر دولة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر. فيمكن دي النظرة اللي بيؤكدها المستثمر الأجنبي، أنا النهاردة جاي وشايف الأصول جاذبة وشايف الاقتصاد المصري. يعني الأزمة الحالية هو زي ما بنقول كده هي أزمة حالية مش أزمة مستمرة. نعم. طيب اسمعيني في سؤال أخير، يمكن المواطن هو بيسمع على أنه ما شاء الله حجم السياح زاد في النص الأول من هذا العام، وبالتالي ده تدفق دولاري. إيرادات قناة السويس الحمد لله في زيادة مستمرة. النهاردة بنتكلم على برنامج الطروحات، في كلام على أنه الصادرات برضو زادت بنسبة أو بأخرى. فالسؤال اللي بيطرحه البعض أنه طب هو كل ده ليه مش بنشوفه في الاحتياطي الأجنبي؟ يعني ليه مش حاسين بأنه بيحصل نقلة أو تطور في الاحتياطي الأجنبي؟ لأن بالطبع إحنا عندنا التزامات، سواء سداد قروض أو فوائد قروض، عندنا التزامات من شراء السلع الأساسية للدولة، فبالتالي جزء من الإيرادات اللي داخلة دي بتروح على هذا المصروفات. نعم بالضبط. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح أستاذة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية ومحلل الاقتصاد الكلي، ورب إن شاء الله الإيرادات الدولارية أو الإيرادات من العملة الأجنبية يحصل فيها معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، لأنه ده اللي هيعمل نوع من الاستقرار لسعر الصرف بشكل أو بآخر. وأتمنى أنه ده لما يكون بيحصل يكون بيحصل عشان قوة الجنيه تكون هي اللي بتزيد قدام الدولار. ده محتاج ان احنا نزود اكتر من حجم صادراتنا. السياحة ان شاء الله يحصل فيها تطور ايجابي اكتر خلال الفترة القادمة. ضخ المستثمرين لاستثمارات اكتر خلال الفترة القادمة سواء مستثمر محلي او اجنبي ان شاء الله معدلاته تزيد اكتر كمان خلال الفترة القادمة. تعالوا ننتقل الى قطاع الصحة. دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان كان وجه قيادات الوزارة بأهمية مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية. ده توجيه مهم، ولو أنني شخصيا كنت أظن أن ده شيء موجود، أن متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ده بيتم بشكل دوري. لكن على كل حال مع هذا التوجيه كان في توجيه تاني بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات الطبية وإعداد تقرير بالنواقص والعمل على توفيرها مع الجهات الشريكة، وإعداد تقرير بالنواقص والعمل على اتخاذ خطوات استباقية بالتعاون مع الجهات الشريكة. والخطوات الاستباقية ده دايما بيبقى المهم، انه ما نوصلش لمرحلة انه في أدوية ناقصة، انما نبقى عارفين انه احنا عندنا مخزون كذا، فبالتالي بنقدر خلال الفترة القادمة قد يحدث نقص في هذا الدواء فعليه يجب أن يتم التحرك. وأتمنى أيضا ده يمكن هنسأل فيه كمان أنه هذا الأمر يكون بشكل أو بآخر إلكتروني، يعني يكون في ربط لمنظومة المخازن اللي موجودة على مستوى الجمهورية، وتبقى بتم الصادر والوارد ده بشكل إلكتروني عشان الخريطة تبقى بتتابع بضغطة زر.
خلونا نعرف تفاصيل اكتر حول هذا الامر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان. دكتور حسام مساء الخير، برحب بيك معانا يا فندم. مساء الخير يا استاذ رامي، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك. تحياتي لحضرتك، ويعني بدايه وفقا لتوجيهات معالي وزير الصحه عايزين نعرف تفاصيل اكتر على هذا الامر، ويمكن اللي كنت بطرحه في البدايه هو مراجعه المخزون الاستراتيجي، مش المفترض ان ده بيتم بشكل دوري؟ بالطبع بالقطع، وانا بس يعني ما سمعتش بدايه الخبر يا فندم، فلو حضرتك يعني هو كما تم الاشاره الى انه في توجيه لمتابعه المخزون الاستراتيجي الموجود من الادويه والمستلزمات الطبيه ودراسه الاحتياجات المطلوبه، وانه يكون التحرك دايما بشكل استباقي في هذا الامر. الخبر ده يتعلق بحمله ميثيوم صحه، والحقيقه انه نتيجه لارتفاع الحمد لله معدلات التردد. يعني احنا في اول لما اطلقنا الحمله كان متوسط الاعداد المترددين على طلب الخدمات الصحيه في 100 يوم صحه كان في المتوسط 100,000 تقريبا في اليوم. فالنهارده الارقام وصلت الى نص مليون خدمه يتم تقديمها بشكل يومي من خلال مبادره السيد الرئيس 100 يوم صحه. وبالتالي كان هناك اجتماع مع السيد الوزير وكان بيتابع الحمله، وكان من ضمن التوجيهات انه من المهم انه يبقى عندنا دائما توقع لاعداد اكبر، وبالتالي توفير المخزون مش بقى في مخازن الوزاره. نعم. ده بيتكلم على توفير المخزون بشكل اكبر في اماكن تقديم الخدمات في الوحدات الرعايه الاساسيه في العيادات المتنقله. نعم. لكن اما 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 الخطه الاستراتيجيه المرتبطه بالمخزون الاستراتيجي للادويه والمستلزمات والأجهزة، فدي خطة بيتم وضعها بشكل سنوي وبيتم متابعتها بشكل دوري على مدار السنة، والتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد عشان يبقى عندنا دايما مخزون استراتيجي موجود بخلاف معدلات الاستهلاك المعتاد. دكتور حسام، والخطة دي أيضا يعني في ربط هذا المخازن الموجودة على مستوى الجمهورية ربط إلكتروني ليها؟ في احنا عندنا مخازن التموين الطبي اللي موجوده في العباسيه، وهناك مخازن ان شاء الله سيتم فتحها قريبا في بقيه المحافظات، اعني مخازن مركزيه، لكن في ربط ما بين اداره التموين الطبي وبين المديريات الشؤون الصحيه والمتابعه من خلال شارت موجوده في غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان في مقر العاصمة الإدارية الجديدة. نعم. بيحدد في مستوى أعداد المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك من الأجهزة، ده موجود فعليا يعني. نعم. طيب يمكن في هذا الأمر خليني أسأل حضرتك، لأنه البعض كان بيكتب على السوشيال ميديا أنه بيواجهوا تحدي في الوصول إلى بعض الأدوية الخاصة بالأورام شر بره بعيد عن الجميع، وما بين أنه اللي بيقول أنا مش لاقي، أو اللي بيقول أنه لا ده أسعارها بقت غالية فبالتالي مش لاقيها ومش عارف أحصل عليها، هل عندنا مشكلة بالفعل في هذا الإطار؟ طيب أنا عايز أتكلم على الأدوية بشكل عام والأدوية وأدوية الأورام بشكل خاص. نعم. إحنا يعني الحقيقة عن ما يقرب فوق 90% من الأدوية اللي بيتم استخدامها في مصر هي الحمد لله ادويه بيتم تصنيعها محليا. وبالتالي احنا الحمد لله يعني تحرك الدوله في خلال من 2014 لحد النهارده 2023 في العمل على دعم توطين الصناعه في الدواء، الحقيقه ده محقق لنا كثير من الاكتفاء الذاتي، ويمكن واحده من الحاجات اللي كانت مهمه في الحمله الرئاسيه للقضاء على فيروس سي ان احنا مش بس بدأنا ان احنا جبنا الدواء اللي هو السوبالدي من بره، لكن تم توطين الصناعه. آه. بقى بيتصنع في مصر، فالحمد لله دي جزئيه اولا. الجزئيه الثانيه انه الناس بس عندها احنا ما فيش تقريبا يعني لا يكاد يوجد دواء في مصر له اسم تجاري واحد، لكن عندنا الماده الفعاله في الدواء موجوده على الاقل في ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الأسماء التجارية اللي الناس عارفاها. إحنا عندنا حاجة اسمه صندوق الدواء أو صندوق المسائل، يعني يجي دواء مثلا الأموكساسيلين، الأموكساسيلين كدواء ممكن يبقى اسمه التجاري كذا والناس اتعرفت على الاسم ده ومشهور. فالحركة عايز تقوله أنه قد يكون بعض الأسماء التجارية ممكن تكون مش متوفرة، بس قصادها البدائل موجودة.
لا مش بديل بقى، يعني غير البديل احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين، المثيل والبديل. نعم، فاذا المثيل بيبقى متوفر. ايوه المثيل هو الدواء الذي يحتوي على نفس الماده الفعاله، التركيبه والماده الفعاله بنفس التركيز. نعم، وده تقريبا لا يكاد يوجد عندنا دواء ملوش مثيل، مش موجود له مثيل. لا ده يعني تقريبا كل الادويه اللي لها مثيل، لكن هي الناس احيانا بتتعود على هو طول اسم عمره تجاري معين، الاسم التجاري الفلاني. طيب يعني اذا في ضوء ذلك دكتور حسام، حضرتك بتؤكد انه الحمد لله ما فيش عندنا اي نواقص في اي من الادويه؟ ما عنديش مشاكل في اي نوع من انواع الدواء، حتى الادويه المستورده اللي هي مرتبطه بالاورام وارتفع سعرها. الحمد لله الدوله ومن خلال توجيه مباشر من السيد الرئيس وبالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وهيئه الدواء المصريه الحقيقه وهيئه الشراء بيتم توفيرها بقطع النظر عن ارتفاع او تغيير سعر الصرف الادويه المستورده. دي رساله تطمن. احيانا مشاكل مش من عندنا بقى، مشاكل في سلاسل الامداد، انه المصنع هناك زاد عليه طلب. الفتره اللي فاتت كان في اهتمام اكثر بانواع معينه من الادويه، فبقى في مشكله في التصنيع وفي الامداد مش على مستوى مصر. نعم، لكن الحمد لله بيتم توفير المثيل. نعم، على طول. الحمد لله، ودي رساله طمانه مهمه جدا جدا، وبشكر حضرتك على توضيح هذا الامر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان. تعالوا بقى نروح لموضوع لذيذ انا بحبه وبستمتع بيه جدا، يعني من ساعه ما شفت ذا سيكريتس اوف ذا تومب اوف سقاره على منصه نتفليكس وكنت مبسوط. مبسوط لانه شفت عمل حلو وممتع، ومبسوط لانه شفت هذا العمل قد ايه كان ليه متابعه من المشاهدين من مختلف دول العالم. دي كانت تجربه سنه 2020. النهارده احنا بصدد تجربه جديده بنفس الحلاوه ويمكن احلى كمان. فيلم وثائقي اسمه Unknown The Lost Pyramid، مجهول الهرم المفقود. بدأ عرض الجزء الأول منه من حوالي أسبوع، ويتبعه عرض حوالي 3 أو 4 أجزاء أخرى. ومع بداية عرضه من أسبوع، النهاردة بيتصدر أو يعني موجود ضمن قائمة الأفضل أو الأشهر والأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس. ليه؟ لأنه في شوق كبير جدا موجود عند ناس كتير حول دول العالم على الاستكشافات الجديدة اللي موجودة في مصر بصفة عامة، وبصفة خاصة تاريخ وحضارة مصر. وعايز أقول لحضراتكم من ضمن التقارير اللي مزجتني قوي، تقرير صحفي كتباه صحيفة إنديا إكسبرس، تقول لك يعني أنه هذا العمل Unknown The Lost Pyramid ده يعتبر بمثابة اعتذار، لأنه قالوا أنه هو وثائقي مثير جداً، فقالوا انه بيعتبر بمثابه اعتذار عن فيلم رديء انتجته نتفليكس، ده هم اللي بيقولوا، اللي هو كليوباترا. عجبني. الاحلى والاحلى من كل ده ايه بقى؟ ابطال هذا العمل في الجزء الاول عالم الاثار المصري العالمي دكتور زاهي حواس، وطبعا ووزير الاثار الاسبق، وايضا دكتور مصطفى وزير الامين عام للمجلس الاعلى للاثار. والدوكيومنتري الفيلم الوثائقي ده معمول بصوره مختلفه، فيها نوع من السباق، فريقين في رحله استكشاف لاسرار جديده في منطقه سقاره، اللي يبدو ان ما زلنا تحت رمال منطقه سقاره هناك العديد والعديد من الاسرار التي لم تكتشف بعد. ندخل بقى في تفاصيل وكواليس هذا العمل مع العالم المصري العالمي دكتور زاهي حواس. يسعدنا ان ينضم الينا عبر الهاتف. دكتور زاهي مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير، برحب بحضرتك معانا، ويعني الف مبروك على النجاح العظيم للفيلم اللي ما شاء الله في اقل من اسبوع بقى متصدر على نتفليكس. اشكرك، ربنا يخليك. التعاون مع نتفليكس يعني في هذا العمل جه ازاي يا دكتور زاهي؟ هو من حوالي يمكن 3 سنين، احنا بنشتغل في سقاره من مده طويله جدا، فما عملنا اكتشافات كبيره، فانا ليا صديق في هوليوود مخرج اسمه ويسلي جرايف، وعمل معايا افلام كتير جدا، عملنا تشيسنج ماميز، وعملنا على الهواء والبحات البحريه وبين الغريفه في مصر الوسطى. فقلت له يا ريت، انا عايز اعمل حاجه في النتفليكس، لان النتفليكس اكتر حاجه متشافه في العالم كله. يعني صور الفيلم ده ترجم الى 199 لغه.
شاء الله. وتشاف في 190 بلد. فطبعا فانا قلت له فعمل لي لقاء مع المسؤولين عن نتفليكس في لوس انجلوس. فقابلتهم وشرحت لهم الموضوع. انا يعني شرحت لهم الموضوع بطريقه ان بقول لهم ان الكشف ده مثير والكشف العامه بيحبوا الحاجات دي بالذات المومياوات. فاقتنعوا وكلفوا ليسلي جرايف ان هو يبدا البحث عن شركه الانتاج وعن المخرج. وليسلي اختار شركه في واشنطن والمخرج امريكاني اسمه ماكس سوليمان. نعم. الحقيقه ان هم جم هم صوروا معانا 40 يوم 40 يوم خلال سنه ونص. اه انت تعرف ان في حوالي 4 ساعات تصوير لم تعرض. يعني في حاجات اولا هم صوروا معايا في التتي ما اتعرضتش. لان الفيلم كله اقل من ساعه ونص. نعم 83 دقيقه. نعم. وبعدين صوروا معايا في كانوا عايزين يعملوا جزء عن حياتي الشخصيه. نعم. عملوه لكن ما صوروش. هيعملوه في افلام تانية. فهم الحقيقه مصطفى وزيري بيحفر في على ظلال الهرم المدرج في منطقه بتاعه البوباستيان. طلع فيها مومياوات كتير جدا وطلع اهم كشف فيها هو الكشف البرديه الضخمه اللي تعتبر يمكن اطول برديه بيعصر عليها حتى الان واللي مصطفى سماها برديه وزيري. نعم. وانا عندي في موقع اسمه جسر المدير، ده موقع مهم جدا. انا بعتقد ده هيبقى اشهر موقع اثر في مصر. لان احنا بدانا فيه طلعنا مجموعه مقابر كبيره جدا، طلعنا خبيئه تماثيل حوالي 25 تمثال هتزين المتحف الكبير في قاعه خاصه. اجمل مغامره عملوها والمخرج اتكلم عنها في احاديثه التلفزيونيه. نعم. هو لما انا نزلت البير اللي عمقه حوالي 30 متر ولقيت سور فتحناه لقينا حجر الدفن داخلها تابوت ضخم بيرجع عمره 4300 سنه. وانا طلبت رئيس عمار ومعاهم يعني عامل تاني وبداوا يرفعوا الغطاء بتاع التابوت اللي وزنه حوالي 5 طن تقريبا. طبعا اللحظه بتاعت رفع التابوت وانتظاري ومعايا الفلاشه عشان ابص في القاعه بعد كده الاقي موميا عمرها الكبير ده مغطاه بطبقه رقيقه من الذهب بتعتبر يمكن اقدم واهم موميا عثر عليها حتى الان. نعم. فبس اهم حاجه في الكشف ان انت لاول مره خلي بالك انا زمان وانا في بدايه حياتي الاثريه كنت افتح التلفزيون لفيلم الناشونال جيوغرافيك الاقيهم جايبين واحد خواجه في الاقصر داخل مقبره نفرتاري ومدير الاثار ماسك الفانوس كده وفاتح بقه وما بيتكلمش واللي بيتكلم الخواجه. والحقيقه الموضوع ده عمل لي يعني ازمه نفسيه ازاي احنا الاثار دي بتاعتنا وما نبقاش علماء فيها بالشكل الجبار واحنا اللي بنتكلم عنها وبنعرضها وبنستكشفها فللحقيقه ان الفيلم ده يمكن اهم فيلم واول فيلم اتعمل لان هو على فكره مش تسجيلي. لان الفيلم الفويس اوفر بتاعي انا. نعم. انا اللي بتكلم فيه. نعم. ودي حاجه برضو جديده بتحصل لاول مره. نعم. هم بيجيبوا بقى واحد ممثل سينمائي مشهور او حاجه بيعلق على الفيلم. نعم. هم خلوني انا اعلق على الفيلم بطريقه هاديه بسيطه جدا. جميل. يعني انت تحس ان احنا ما فيش افتعال لا من مصطفى وزيري ولا مني. صحيح. وزي ما حضرتك اشرت ان فريق العمل كله مصري. شوف ولا اهم حاجه بقى مش تركيز على مصطفى وزي حوات لا العمال. نعم. والرئيس تعامل تعامل يعني المخرجين العمل وصناعه معاهم كان ازاي؟ لا هم اصحابي طبعا. نعم طبعا. يعني شوف هو كان ماكس ده ظريف قوي كان عمل معايا حوالي 4 احاديث كل حديث حوالي 4 ساعات. دكتور زايد ده في تصريحاته الراجل عنده حاله انبهار. فكان دايما يسالني بقى يقول لي في كل حديث يكرر 4 5 مرات هو ازاي يا حواس؟ مين ازاي يا حواس؟ اقول له يعني انا طب انا يعني ازاي اقول عن نفسي حاجه؟ انت المفروض تعرف مين زي حواس ده. فلدرجه ان ما بيكررها كتير كنا بنضحك. هو يعني هو بيحاول يطلع مني كل ما يبقى موجود داخلي وقدر. نعم. الحقيقه. نعم. يعني النهارده ليسلي جرايف بيكلمني التليفون بيصور في فيلم روائي في رومانيا بيقول لي احنا عندنا 4 ساعات ممكن تعمل 4 افلام تانية. تخيل ما نزلتش وبالذات في موقع هرم الملك تيتي اللي طلعنا فيه اكتشافات ضخمه جدا توابيت واثار وصوروا فيه اكتر من 10 ايام
وما طلعش لان هم. هل ده هنشوفه في الاجزاء القادمه؟ المفروض احنا لسه انا بتكلم معاهم على ازاي. انا بس عايز برضه اشرح حاجه. النتفليكس دي منصه عالميه. نعم. ممكن تعمل فيلم ضدك وفيلم معاك. كويس. لكن ما هماش ضدنا اطلاقا. دي نقطة مهمة يا دكتور زاهي واحظني المقاطعة. لو أنا بتكلم على بعض الأعمال اللي شفناها مثلا مؤخرا من 2020 The Secrets of the Saqqara Tomb وده كان عظيم جدا، ثم أيوة. الجدل الكبير اللي حصل على فيلم كليوباترا، ثم Unknown The Lost Pyramid، حضرتك لمست إيه؟ هل كما يشعر البعض إن بيبقى في استهداف في بعض الأحيان، ولا هم في رحلة دائما للبحث وطرح أسئلة؟ فممكن تبقى انت الست زوجة ويل سميث، وانا قابلتها على فكره لما انا ويل سميث اختارونا توب 100 تايم ماجازين، وقعدت معاها. هي عندها اجنده بتحاول تثبت ان السود هم اصل المصريين، فعملت فيلم. فطبعا لما هي واحده بالمكانه دي اما بتعرض فيلم بتعرضه في نتفليكس بيوافقوا، لكن هم مش نتفليكس مش ضدنا، هم اللي اخرج الفيلم هو اللي عمل حاجه لان عنده اجنده عايز يثبت ان اصل الحضاره المصريه سوداء، وده مش صح بالعلم. الفيلم احنا وقفنا ضده وفشل. نعم. فيلم كليوباترا ما اتشافش. نعم. احنا عملنا فيلم تسجيله قصاده في اسبوع. صحيح. اتشاف اكتر من فيلم كليوباترا. صحيح. والصحف بالفعل اشادت بده وقالت يعني زي ما كنت بأشير، انديا اكسبريس بتتكلم على انه الفيلم اللي حضرتك موجود فيه ده بيعتبر وكانه رساله اعتذار عن فيلم رضي. لا ده لا مش رساله اعتذار، ما هم لا 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 ده هم اللي بيقول، انا ماليش دعوه ده يعني. دي وجهه نظر. انت عارف المنصه نتفليكس دي عملت افلام مع ممثلين مصريين كتير جدا. نعم. افلام كويسه. صحيح. انا عايز بس اقول ان هم الحقيقه ان الفيلم ده اولا نمبر 1 مش في الافلام التسجيليه على فكره، ده نمبر 1 حتى في افلام الاكشن. صحيح. يعني فيلم انديانا جونز اللي طلع في الاسبوع احنا اتشاف اكتر من هاريسون فورد، لان في كشف وفي اثاره وفي والله. انا واحد كلمني من امريكا قال لي يا زاهي انا بعد ما شفت الفيلم بكيت من الفرحه. واحد تاني يقول لك ده احلى فيلم اتعمل عن الاثار المصريه حتى الان. نعم. يعني التعليقات اللي جات لي مبهر. انا الحقيقه فخور بالفريق دكتور المصري. انا شفت تقارير صحفيه بتتكلم على قد ايه ان الفيلم ده ممتع، وانه اي حد عنده شغف بالاثار هيستمتع بيه اكتر ما هيستمتع بالنسخه الاخيره من انديانا جونز. ده حقيقي. انا شفت فيلم انديانا جونز الحقيقه يعني فيلم وحش جدا، او اوحش فيلم اتعمل لهاريسون فورد. وانا حضرت افتتاح الفيلم لان هم في امريكا بيعتقدوا ان انا انديانا جونز الحقيقي. فقلت لهم انا اسف الفيلم ده ما عجبنيش، ان ده بيدور على الاثار ولا حاجه، ما فيش فيه يعني حاجه تخلي الناس تحب الاثار زي الافلام الثانيه اللي عملها هاريسون فورد، لدرجه ان جورج لوكاس انا اعرفه جه مصر مرتين وتعشيت معانا انا وعمر الشريف، وهو هو اللي اخترع افلام انديانا جونز، لكن برضه نوعيه الافلام دي اللي حببت الناس في الاثار. صحيح. فانا حاسس ان الفيلم اللي اتعمل الاخير ده بيحبب الناس اكتر في الحضاره الفرعونيه. سؤالي الأخير دكتور زاهي، ويعني بعد الـ الفيلم الاخير ده عن منطقه سقاره، زي ما حضرتك قلت ان فيها عمل كبير جدا ورحله استكشاف مستمره بقالها سنوات، انما يبدو للمشاهد العادي انه في تركيز كبير على المنطقه دي خلال الفتره الماضيه، هل بنعتقد ان هناك مزيد من الاسرار التي لم تفصح عنها بعد هذه المنطقه؟ سقاره دي يعني كنز من الكنوز الفراعنه اللي فيها، انا بقول ما طلعش منها اكتر من 30% من الاثار. يعني الحفائر اللي احنا شغالين فيها دلوقتي انا لسه بدور على الهرم. نعم. واحتمال يعني طلع فيه ادله لوجود الهرم ده، لكن يعني منطقه مهمه جدا من الناحيه الاثريه ومن ناحيه الاكتشافات، لان بيشتغل فيها ناس كتير جدا وطلع اكتشافات عظيمه من القرن اللي فات حتى الان، وانا بقول لسه في 70% في باطن الارض في منطقه سقاره. ايه اهم دلائل وجود هرم مختفي؟ والله شوف احنا في وهم بيصوروا طلعنا سور احتمال يكون هرم، بس ما اقدرش اقول لك احنا طلعنا ايه دلوقتي. نعم. خلاص، في انتظار الاعلان الرسمي ان شاء الله قريبا. شكرا يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور زاهي حواس، عالم الاثار المصري العالمي ووزير الاثار الاسبق. ادعوكم لمشاهده هذا الفيلم، حقيقي ممتع ممتع، وانتم شايفين فريقين بيشتغلوا في رحله استكشاف، فريق دكتور زاهي حواس وفريق دكتور مصطفى وزيري، وفي سباق كده مع الزمن، معمول مش فيلم وثائقي اللي هو بالمفهوم العادي، لا، فيلم وثائقي ممتع زي كده. ما استمتعت وانا بتفرج على ذا سيكريتس اوف او اسرار مقبره سقاره، حقيقي استمتعت.
مش من الافلام الوثائقيه اللي تقعد فيها ويعني ايه تحس انه تقيل، لا ممتع مشوق، فادعوكم لمشاهدته ان شاء الله وتستمتعوا بيه. كمل بقى اخر واهم الاخبار بعد هذا الفاصل، فارجوكم ابقوا معنا. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصه، وذلك بقياده قوات المظلات، والذي ياتي في اطار اللقاءات الدوريه التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات الخاصة، مشيرا إلى أن مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته، مثنيا على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن. وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. وأوصى مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التي تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقي الذي يتمتعون به. كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. ثمانية واربعين ساعة بيفصلون عن انتهاء ماراثون الثانوية العامة، امتحانات تنتهي يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير ويا رب تنتهي على خير، وربنا يوفق كل الطلبة والطالبات. الجدول الزمني بقى بعد كده إنه بعد ما تنتهي الامتحانات يوم الخميس إن شاء الله، خدوا كده فترة حوالي 10 أيام تصحيح الإلكتروني ومش عارف إيه، ففي متوقع مثلا الأسبوع الأخير من شهر يوليو تبدأ تعلن النتيجة، ثم يبدأ ماراثون التنسيق. لكن مهم جدا كمان لكل الطلبة والطالبات ياخدوا بالهم من إن في كليات بتتطلب اختبار قدرات، مش مجرد انك بتحطها في التنسيق وخلاص، لا لازم تكون في امتحان قدرات. ايه الكليات اللي بتتطلب ده؟ نستعرضها قدام حضراتكم على الشاشه. وخلينا هنا نشير الى انه وزاره التعليم العالي قالت انه قدام الطلبه والطالبات الفرصه عشان يسجلوا لاختبار القدرات في الكليات اللي يمكن تكون من بين رغباتهم، وده مهم. ده متاح عن طريق موقع التنسيق اللي هو tansiq.digital.gov.eg، ويفتح باب التسجيل كرغبة في خوض اختبار القدرات في هذه الكليات. اهو الموقع موجود قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي اهو، تمام. خدمات التنسيق القبول بكليات والمعاهد، يفتح الباب للتسجيل عشان لو بتبدي الرغبة في اختبار القدرات في كلية او غيره. ده يبدأ من يوم 15/7 يعني يوم السبت اللي جاي، ويستمر لحد يوم 27/7. فده كان مهم ان احنا نطلع الطلبة والطالبات عليه واولياء الامور كمان عشان يحطوا ده في الحسبان، عشان اللي من الطلبة والطالبات لديه رغبة او لديها رغبة في الانضمام الى احدى هذه الكليات يجب ان يقوموا بالتسجيل في على موقع التنسيق بالرغبة في خوض اختبار القدرات الخاصة بهذه الكليات. مهم كمان بقى، وده نصيحة للطلبة والطالبات مش مني، ده من الخبراء في دول العالم كلها، اللي بتقولك انه النهاردة سوق العمل مش زي بكرة، مش زي بعده، مش زي كمان 4 سنين.
فبالتالي اي طالب او طالبه النهارده من طلبه الثانويه العامه ان شاء الله يخلصوا على خير، وهم بيبصوا بعد كده على الكليه او الدراسه اللي عايزين يدرسوها عشان هو ده المجال اللي عايزين يشتغلوا فيه، ما تنسوش ابدا سوق العمل. هيبقى طالب ايه؟ هيبقى محتاج ايه؟ خصوصا مع التطور السريع اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يعني بخصوص هذا التطور مثلا. في تقارير كتير وخبراء كتير بيتكلموا على انه الروبوت والذكاء الاصطناعي قادمين لا محالة، هيحلوا محل البشر في عدد من الوظائف. هل ده ممكن يحصل فعلا؟ والتقارير بتتكلم عن ان في 300 وظيفة مهددة. ممكن. نرجع كده لفترة انطلاق الثورة الصناعية الكبرى ودخول الميكنة الى عالم الصناعة. العمال وقتها كان في ربكة، ومنهم اللي عملوا مظاهرات ومعترضين، لكن الامر تحول الى واقع. طب قصاد بقى وجود الميكنة اللي حلت محل اللي عامل في عدد من الوظائف، قصادها كان في ايه؟ كان في قدامها ملايين الوظائف التانية الجديدة اللي اتخلقت. فبالتالي لازم النهاردة الطلبة والطالبات يبصوا لقدام، ايه الوظائف اللي هتبقى مطلوبة في سوق العمل عشان يحضروا نفسهم. لو قلت لحضراتكم تقارير تانية، في تقرير مؤخرا النهاردة كان 12 عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللي هي الـ OECD، بتتكلم عن تأثير انتشار الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وعملت استطلاع رأي واخدت آراء أكتر من 1000 خبير حول العالم، وقالوا انه في مخاوف من الذكاء الصناعي بتتمحور في انه هيحل محل البشر في عدد من الوظائف، وانه في اتجاه كبير جدا الى ما يعرف باتمتت عدد من الوظائف. يعني ايه اتمتة؟ يا جاي من اوتوماتيك، يعني انها تبقى حاجات آلية شغالة مش محتاجة تدخل بشري. ممكن التدخل البشري بدل ما كانوا 10 بيقوموا بالمهمة دي هيبقى واحد بس بيتابع الميكنة وهي شغالة، زي ما حصل في فترة برضو الثورة الصناعية الكبرى. هو فبالتالي النصيحة للطلبة والطالبات، بص لقدام، بص من هنا كمان 4-5 سنين سوق العمل هيبقى طالب ايه. هتلاقوا ابحاث كتير في هذا الامر، وهنزيدكم من الشعر بيت ونعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيفنا العزيز الذي ينضم الينا عبر الهاتف، الدكتور احمد الصباغ، الامين العام للجنة القطاع التكنولوجي بالمجلس الاعلى للجامعات، ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي. دكتور احمد مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور، يعني نصيحة حضرتك للطلبة والطالبات النهاردة عشان ينظروا إلى سوق العمل ومتطلباته كمان 4-5 سنوات، وبالتالي يقدروا يتخذوا القرار الصح في الدراسة اللي يحبوها وتبقى مطلوبة في سوق العمل. طيب، يعني الطلاب أولادنا الأعزاء يعني يبصوا كده هم لوحدهم حواليهم في أسرهم ونوعية الوظائف اللي يعني أهلهم وكثير من أصحابهم وإخواتهم بيشتغلوا فيها. أكيد واضح جدا إن في احتياج ضخم جدا لما يطلق عليه الآن الوظائف التكنولوجية. واضح جدا إن يعني في يعني حتى في المحطة ممكن تبقى عند حضرتك إن إيجاد مثلا حد في الأي تي أو في أي جرنان في شركة أصبح أمر في يعني غاية الصعوبة، ولذلك طلق بقى في زياده في الاقبال على التخصص ده. الشركات والمصانع كله عاوز ناس في التخصصات الجديده اللي ابتدوا الطلبه يسمعوا عنها، سواء في الميكاترونكس والاوتوترونكس، في الطاقه الجديده والمتجدده، او الطاقه العاديه، الطاقه الشمسيه، وكل الكلام ده يعني خلقت وظائف جديده. ازاي نمانج، ازاي ندير هذه المنظومه من الطاقه اللي جايه لنا من عده مصادر مختلفه. يعني اللي بنتكلم عنه ان في متطلبات جديده دلوقتي، وظائف جديده خلقت. وهذه الوظائف مش بس يعني طبعا كلنا ما يعني انا خريج كليه هندسه، اهالينا فيهم الطب والكلام ده ما يطلق عليه بكليات القمه، لكن العمل دلوقتي مش بس هذه الكليات العظيمه واللي ليها كل الاحترام طبعا، هي دراستها فيها جزء بيبقى كبير اكاديمي وجزء نظري لازم، ودي طبيعه عملها، وبعد كده بيبقى فيها جزء عملي. لا، في خلقت وظائف جديده محتاجه جزء عملي ومهارات وجدارات معينه الطالب لازم يجدها. واصبحت من التعقيد، بحيث ان الفن العادي بتاع زمان ما بقاش كفايه، لا ده احنا عاوزين فني ذو مهارات عاليه، فني اصبح لازم يحصل على بكالوريوس من درجه الاحتياج ليه، ان هو بيدرس مثلا 4 سنين. طب وفي ضوء هذا التطور دكتور احمد، ما يعني مدى
توفر ذلك على مستوى التعليم الجامعي؟ يعني بحكم ان حضرتك مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، الى اي مدى النهارده وظائف المستقبل وعالم التكنولوجيا الضخم اللي بقى موجود النهارده ومتداخل في كل الصناعات والذكاء الاصطناعي والديتا اناليسز وكل ده، الى اي مدى دي كليات كلها دراسات متوفره على مستوى الجامعات المصريه؟ طيب هي طبعا موجوده هذه التخصصات في الجامعات المصريه، ولكن زي ما بقولنا على حضرتك كده يعني المسار اللي خلقته الدولة في الأربع سنين اللي فاتت هو الجامعات التكنولوجية اللي بتتيح لطلابها بدل الاكتفاء بمثلا الدبلوم الفني، لا، الحصول أربع سنوات دراسة والحصول على بكالوريوس تكنولوجي إذا أحب ذلك. يعني طبعا الدبلوم لسه موجود، لكن إذا حب يستكمل دراسته ويصل إلى درجة البكالوريوس التكنولوجي في هذه التخصصات الجديدة، وده اللي بان من اختيار هذه الجامعات لتخصصاتها. يعني الدولة ما يعني اخترت هذه التخصصات من خلال طبعا لجان كثيره وناس كثيره لها ثقلها وقامت بهذا الشغل سابقا. فمثلا في قطاعات كثيره طبعا منها الاي سي تي انفورميشن كمبيوتر تكنولوجي، منها القطاعات الغذاء، القطاعات التكنولوجيا الصحيه التطبيقيه، حتى القطاعات اللي احنا كنا بنسميها مثلا تجاريه، ما في تكنولوجيا السياحه وتكنولوجيا السفر ولوجيستكس الموانئ وكل دي اصبحت وظائف جديده وليها تكنولوجيا وليها مهارات. الطالب ازاي يتعامل مع اجهزه ومختلفه ومهارات لازم يتعلمها. على سبيل المثال دلوقتي احنا عندنا مثلا في الاغذيه، طب انا عندي دلوقتي تغليف وانواع وطريقه التعبئه، بنشوف اوروبا ازاي بتستلم مننا الأغذية أو تستلم من غيرنا يعني طبعا. كل دي حاجات جديدة ما كان مش بتتعمل بقى بالطريقة المعتادة بتاع زمان، مثلا تغليف عادي في كل حاجة وليها آليات، وهم بيجي يفتش عليك يشوفك أنت بتشتغل إزاي. لا مش بيشغل، مش بيشوف كمان طريقتك، ده بيشوف كمان الفني أو المهندس أو التكنولوجي اللي واقف على هذا العمل، هل هو مؤهل لهذا؟ نعم. يعني وخبراته يعني ايه وطريقه ممارسته للعمل؟ صحيح صحيح. حضرتك تدخل صيدليه مثلا تلاقي اللي كان زمان يعني مثلا واحد ممكن يساعده، ممكن يكون اعداديه، ممكن يكون اي حاجه، وما احترمنا ليهم كلهم وبيتعلموا واذكياء، والمصري بيبقى ذكي بالفطره، لكن اما يبقى انسان مؤهل درس هذا الكلام، لا بيوفر اخطاء كثير. صحيح وبيوفر صحيح كثير. وبالتالي كما اسلفنا ذكرا انه مهم جدا النظر لمتطلبات سوق العمل في المستقبل والتكنولوجيا، عالم التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه، عشان يحسنوا اختيار الكليات ان شاء الله اللي هنضم اليها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد الصباغ، الامين العام للجنه القطاع التكنولوجي بالمجلس الاعلى للجامعات ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي. طيب هو النهارده 11 يوليو اللي بيوافق اليوم العالمي للسكان، بس انا محضر لكم شويه معلومات في القصه دي، يعني هتستدعي شويه وقت، فخلينا نقول لحضراتكم بكره عشان نختم كده بخبر رياضي مهم، حيث ان الرياضه يعني هي محل اهتمام الملايين في مصر وحول العالم. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن اليوم موعد اجراء قرعه التصفيات الافريقيه المؤهله الى كاس العالم 2026 اللي هتكون يوم الخميس 13 يوليو يعني بعد بكره في ابيجان بكوت ديفوار، وتنطلق في تمام الساعه 6 مساء. وقال الكاف انه هيكون السحب مباشرة على الهواء على منصات الكاف، وهيتم تقسيم الاتحادات الاعضاء الى 9 مجموعات، هيتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيا الى كأس العالم. اما اصحاب افضل 4 ممن يحتلون المراكز الثانية فهيخوضوا مباراة كده ملحقة فيما بينهم، والفائز منهم هيتأهل للملحق العالمي، والله هيقام تحت إمارة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وأعلن الفيفا عن زيادة عدد المنتخبات الأفريقية اللي هتشارك في مونديال 2026 اللي بقت 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر هيخوض الملحق، فممكن يبقوا 10 منتخبات أفريقية موجودين في كأس العالم. وزي ما قلت لحضراتكم القرعة هتقام يوم الخميس في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخب. بالمناسبة كده بتعتبر نسخة كأس العالم الماضية في قطر 2022 كانت آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخب في كأس العالم، وده اللي كان بدأ من سنة 98 في مونديال فرنسا. النهاردة لا، العدد بقى مختلف عن قبل كده. متوقع أنه أو اللي هتأهل هيبقوا 16 منتخب من أوروبا، 9 من أفريقيا، 8 من أسيا، 6 من أمريكا الشمالية، 6 من أمريكا الجنوبية، و2 من أوقيانوسيا.
وهيحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي اللي كنا أشرنا إليه. إن شاء الله يعني نتابع الفعالية يوم الخميس القادم ونطلع حضراتكم على كل المستجدات في هذا الأمر بمشيئة الله. نطلع على فاصل بقى مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل نتعرف أكتر على نشاط ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إيه دورها بالظبط وجزء من اهتماماتها أو اختصاصاتها إزاي أنها تساعد على تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى الخارج. ده اللي هنتعرف عليه بعد هذا الفاصل، فأرجوكم ابقوا معنا. احنا النهارده في النسخه الثانيه من برنامج عامله شغل مع بيبسيكو، احنا هنكون بنشارك كشريك فني، ودورنا ان احنا هنساهم في ان احنا نشارك خبرات، ندي دعم فني في ورش العمل، نتيح فرص عمل وتدريب للكوادر اللي هتخرج من البرنامج. احنا في انجاز بنحاول ان احنا نسد الفجوه اللي حاصله ما بين مخرجات النظام التعليم واحتياجات سوق العمل، بان احنا بندرب الطلبه وخريجين المدارس والجامعات، بنأهلهم ان يبقى عندهم المهارات اللي تساعدهم يدخلوا كموظفين مؤهلين لسوق العمل او كرواد اعمال. مبادره فوق الممتازه، شفنا نماذج متميزه ومفرحه وايجابيه، والبنات دي فخر لينا كلنا، وهنساهم كمان بمبادرات مجتمعيه لمايكروسوفت زي مبادره توظيف مصر، فنقدر نربط الفتيات دي بعد تخرجهم من المبادره بالوظائف المتاحه. بيبسيكو بجد بيسبورت الومن جدا، وبشايفين مصدقين فينا وكده، وهم مدينا اوبورتيونيتيز عظيمه جدا. بيبسي الحمد لله هي وثقت في البنات دي، وثقت فينا ان احنا نقدر نعمل حاجه، وما بصتش يعني للمجتمع والقوالب اللي بتتحط والحاجات دي خالص. فانا دلوقتي اتغيرت، ويعني ويعتبر كبرت وتعلمت حاجات كتير قوي من البروجرام ده، وغيرت في شخصيتي. عاوز ادي نبذه عن النسخه الاولانيه، لان هي فعلا نجحت. احنا كنا خايفين قوي، لان احنا داخلين في شغلانات محتكرها الرجاله، يعني بيع ده رجاله، سلاسل امداد معظمها رجاله، فانك تدخل دفعه على شركه بنات كنا قلقانين جدا. عشان كده بذلنا مجهود كبير في التمرين، فالنهارده عندنا اكبر شركات مالتي ناشونال في مصر معانا، هيقدموا الدعم، هنخش سكة كمان التكنولوجيا اللي برضو أنا فوجئت إنها محتكرة بس رجالة، والسنة دي إحنا عاوزين 1200 بنت، وإن شاء الله تبقي كده فعلا عاملة شغل وتفرقي مع نفسك وتغيري الثقافة في مصر كلها. We'll be right back.
برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. هذا الحوار لغير المتخصصين، يعني اللي بيصدر واللي بيستورد عارف المعلومات دي، بس هو المهم في هذه الفقرة أن نطلع حضراتكم مشاهدينا الكرام اللي ملوش علاقة لا بيصدر ولا بيستورد، إن في موجود عندنا هيئة اسمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. دورها إيه؟ هذه الهيئة عمرها دلوقتي تقريبا 52 سنة، انشأت سنة 1971 كان في صدر القرار بإنشاء هذه الهيئة، ومنذ ذلك الحين تعمل إلى الآن، لكن حصل تطورات كتيرة جدا بحكم التطورات اللي بنشهدها في كل شيء. إيه دور الهيئة؟ إيه اللي بتعمله؟ وإيه الدور اللي بتلعبه الهيئة عشان نعزز من الصادرات إلى الخارج لو كان ده جزء من يعني مهام عمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟ طب إزاي بنضمن إن الواردات كلها ذات جودة عالية؟ دي كلها أسئلة هطرحها على ضيفي العزيز المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. برحب بحضرتك معنا يا باشمهندس، منورنا. أهلا وسهلا يا فندم. 52 سنة ده عمر طويل. الحمد لله. طبعا على مدار 52 سنة ده كان في تغيرات كتير جدا حصلت. أكيد طبعا. بس اسمح لي نبدأ في البداية بتعريف مبسط للسادة المشاهدين. إيه هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإيه دورها؟ الهيئة العامة اتنشأت من سنة 1971، يعني بقى لها أكتر من 52 سنة دلوقتي. في عدة من القوانين بتنظم عمل الهيئة، زي قانون 118 سنة 75 الخاص بالاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذيه، في قانون 120 سنة 82 الخاص بالوكلاء التجاريين والمكاتب العلميه، وده اتعدل بالقانون 21 سنة 22 الخاص بإضافة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين للهيئة. القانون 121 الخاص بالتسجيل للسجلات المستوردين، وده اتعدل بقانون 7 سنة 2017 بالتطوير بتاعه. القانون 155 سنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات. دي قوانين بتنظم عمل الهيئة. طب دور الهيئة ايه؟ توفير بيانات التجارة الخارجية لجميع المسؤولين في الدولة، الرقابة النوعية على جميع السلع الصناعية الواردة من الخارج، إصدار شهادة المنشأ للدول الاتفاقيات، الفحص المعملي لجميع السلع الداخلة إلى مصر، والتسجيل في السجلات التجارية زي سجل المستوردين، سجل المصدرين، سجل المستلزم الانتاج، سجل الوسطاء العقاريين والوكلاء التجاريين والمكاتب العلميه، تسجيل المصانع والشركات مالكه اعمال تجاريه المؤهله للتصدير لجمهوريه مصر العربيه. كويس. طيب الكلام اللي حضرتك قلته ده كله فيه مصطلحات بالنسبه لحضرتك والمتخصصين معروفه. تمام. انما النهارده كمشاهد عادي انا يعني ايه شهاده منشا؟ يعني ايه شهاده المنشا دي وايه اهميتها؟ شهاده المنشا طبقا للاتفاقيات التجاريه الموقعه مع مصر لازم تتأكد الدولة المصدرة لها السلعة إن هي منتجة الدولة المصدرة إلى مصر؟ الدولة المصدرة يعني أنا بصدر السلعة إلى الخارج. فالدولة اللي أنا هصدر لها تتأكد إن السلعة دي منتجة داخل مصر طبقا للاتفاقية، فيها نسبة معينة من المكون المحلي المصري. فشهادة المنشأ دي يعتبر شهادة الميلاد للمنتج، اللي بالتالي الدولة الأخرى جمارك الدولة الأخرى بتقبل هذه السلعة بتخشها وبتمنح المصدر المصري الأفضلية بعدم فرض ضرائب أو جمارك طبقا للاتفاقية. كويس. وشهادة المنشأ دي معمول بيها بقالنا قد إيه دلوقتي؟ من بداية اتفاقيات، في اتفاقيات من 2004، في اتفاقيات من 2005، في 2000 دول عربية من كويس من بس أعتقد إنه طرأ عليها بعض المتغيرات الفترة اللي فاتت بإنه تم رقمنة القصة دي بالإضافة إلى الربط مع الدول الأخرى عشان الموضوع يبقى فيه سهولة ويسر أكتر، مش كده ولا أنا؟ طب نحكي كان القصة إيه الأول وبقت إيه دلوقتي؟ أرجوك. كان الأول شهادة المنشأ دي الأول المصدر كان بيجي مع المستندات المطلوبة، كان 9 مستندات، يجي قدام يقف قدام موظف عندي، يبدأ الموظف يسجل هذه الشهادة، لو هو هيسجل بقى 10 شهادات كان بيقف فترة كبيرة، وبعد كده ياخد الشهادة يصدرها للدولة الأخرى، لو الدولة دي عايزة تحقق من هذه الشهادة بتوقف البضاعة في الجمرك الدولة الأخرى، أو المصدر المصري بيدفع الضرايب والرسوم عشان يدخل السلعة بتاعته وهي قابلة للتلف لغاية ما الدولة دي تبعت لي أتحقق من هذه الشهادة. هذا الموضوع اتغير تماما دلوقتي. معلش عفوا، الرحلة دي كانت بتاخد وقت قد إيه بقى؟ ممكن تاخد شهر أو شهرين. كويس. هذا الموضوع اتغير تماما دلوقتي. إحنا أتحنا على موقع الهيئة إن المصدر المصري بيخش على موقع الهيئة بيسجل شهادة المنشأ كاملة بإيده ويطبعها هو من عنده، يتأكد إن هي سليمة 100%، بيجي عند الموظف عندي، الموظف فقط بيراجع الشهادة فقط طبقا للمستندات اللي معاه، يختم له على الشهاده، يعمل لها سكان، يرفعها لموقع الهيئه، اللي الدوله الاخرى جمارك الدوله الاخرى تقدر في نفس اللحظه تتاكد من شهاده المنشأ، وبالتالي ما ناخرش على المصدر المصري ونفقده الافضليه داخل الدوله الاخرى، فبالتالي ما يتكلفش مصاريف كتير، فبالتالي يعرف ينافس في هذه الدوله. حلو، والرحله دي بقى بتاخد وقت قد ايه دلوقتي؟ اون تايم. في اللحظة نفس اللحظة هو واقف بيبقى شهر ولا شهر ونص، برفع الشهادة على الموقع، بتروح للدولة الأخرى تتحقق منها، تتحقق منها إن هي صادرة من الهيئة ولا لأ. في
في بعض الاحوال الدوله بتحب تحقق من الهيئه ان المنتج ده المكون المحلي بتاعه بيتحقق منه النسبه الموجوده في الاتفاقيه. تبقى بيجي لنا واحنا بنبعت الدوله نقول له اه ده محقق ولا لا. فقط لا غير. عشان لو غير متحقق يبقى المصدر ما يستفدش من الافضليه الاتفاقيه. كويس جدا. طيب ده بالنسبه للصادرات. وهل في هذه الرحله حضراتكم لسه دور الهيئه ان هي اللي بتراقب او بتفحص الصادرات المصريه الى الخارج؟ الهيئه مسؤوله عن الصادرات فقط اللي المسؤوله عنها اللي هي ما تصدرش خام، زي الجلود ما يصدرش خام، زي الرخام ما يصدرش بلوكات، زي اي مواد فيها مذيبات او دهانات ما فيهاش مواد بتروحية مواد مدعمه. اكتر من كده الهيئه مش مسؤوله عن الصادرات لان الاتفاقيات ما فيهاش ان السلع الصناعيه الدوله مسؤوله عن الصادرات بتاعتها، دي موجود في السلع الغذائيه فقط لا غير. فبالتالي المصدر المصري هو مسؤول طبقا لاتفاقه مع المستورد الاجنبي ان يتاكد من السلع مطابقه للدوله الاخرى. كويس. طيب بس الرقابه اللي بتتم على اي سلع غذائيه مثلا هيتم تصديرها لفحصها وتاكد ان هي مطابقه للمواصفات عشان ما يبقاش في صادرات الى الخارج فنلاقي ان في رد فعل مش كويس مثلا من دوله تقول لا ده احنا لقينا فيها مبيدات لقينا فيها مش عارف ايه. الفحص اللي بيتم لهذه الصادرات للسلع الغذائيه بيتم عن طريق مين؟ عن طريق الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. اتنشات الهيئه القوميه لسلامه الغذاء وبقانون 1/2017 بدات عملها الفعلي في سنه شهر للصادرات في شهر 10/2019. الهيئه القوميه لسلامه الغذاء بدات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهوريه انشاء معامل مركزيه في المواني اللي ما فيهاش معامل الهيئه العامه للرقابه على الصيد والرده. عشان تكامل المعامل. وبالتالي اي واحد عايز يصدر المعامل عندنا انا الهيئه بتمتلك اكتر من 300 معمل سواء صناعي ولا غذائي ولا كيميائي، فيها اكتر من 3000 اختبار معتمد سواء غذائي برضه او كيميائي، بيقدر يفحص عندي وياخد شهاده معتمده 17025 معتمده دولي، بتخش اي دوله بتقبل لان هي معتمده دوليه. الشهاده دي لما بتبقى مع المنتج في اي دوله بتقبل. خلاص بتقبل على طول. الدوله الاخرى بتفحصها عشوائي وتتاكد ان ما فيهاش فعلا مطابقه للشهاده وبتخش. كويس. اذا السلع الغذائيه في رحله التصدير الى الخارج بيتم الفحص واتخاذ عينات عشوائيه من قبل الهيئه العامه لسلامه الغذاء. وتفحص في المعامل عندنا. كويس. او معامل وزاره الزراعه او معامل وزاره الصحه، اي معامل معتمده عشان تاخد الشهاده. تمام. طيب بالنسبه للسلع الاخرى بقى، يعني هنا حضرتك اتكلمت على السلع الغذائيه وتحدثت عن بعض المواد الخام اللي مش مطلوب انها يتم تصديرها زي الجلود زي الرخام او اي حاجه داخل فيها المواد البتروليه المدعمه. بالنسبه للنوعيات الاخرى من السلع يعني مثلا منسوجات، هل بيبقى في مين اللي بيقوم بدور الرقابه عليها؟ مفيش رقابه عليها. مفيش رقابة. هو المصدر هو طالب المصدر ان هذه السلعه تقبل في الدوله الاخرى. نعم. طب احنا ساعدنا المصدر ده ازاي بقى؟ بما الهيئه دي بتمتلك المعامل دي كلها، المعامل دي ملك للدوله، ملك للمصدر وملك للمستورد وملك لسيادتك. يعني انا بقول لهم عندنا في الهيئه الجهاز انت واقف عليه دوت انت دافع حقه من جيبك، لازم نحافظ عليه ويستفيد منه المصدر المصري. فالهيئه عملت ايه؟ الهيئه بدات تعتمد في هذه المعامل سواء الصناعيه او الكيميائيه، وبدات تظهر شهادات الفحص 25 معتمدة دولي وبدأت تقبل. لقينا بعض الدول بدأت حاطط اشتراطات زي السعودية أنشأت منظمة نظام سابر السعودي. نظام سابر السعودي ده هو ربط المصدر الأجنبي بالمستورد السعودي بشركات المراجعة والفحص. الهيئة اشتركت في هذه عشان تساعد المصدرين المصريين، عشان بتعملها هيئة غير هادفة للربح، وبالتالي بتدي هذه الشهادة بتكلفة قليلة جدا. اشتركت في 9 لوائح لاكبر 9 لوائح للجانب السعودي اللي هو يعتبر بوابه الخليج حاليا. وبدانا نصدر هذه الشهادات، بنساعد هذا المصدر حاليا، بنفحص عندنا في المعامل الموجوده في اي ميناء وبدي له الشهاده من عندي ويقدر يدخل يخش بيها السوق السعودي. او احنا صدرنا جديد جدا لافريقيا حاليا، لزامبيا صدرنا، لكينيا صدرنا، لاوغندا، الدول الاوروبيه نفس الموضوع لان بياخد شهاده من عندي معتمده. بدانا نعتمد دلوقتي كمان لقينا احنا في وزارة التجارة والصناعة طبعا منظومة متكاملة، فمركز تحديث الصناعة لقى في مشكلة في بعض مصانع النسيج وبعض مصانع الجلود، إن بعض البراندات العالمية الماركات العالمية أو المصانع العالمية بتطلب إن المصنع ده يكون متوافق بيئياً أثناء صناعة هذا المنتج. أكثر من 20 ماركة عالمية كبيرة جداً، فلقوا إن لازم المصانع دي تكون مؤهلة بيئياً. فبياخدوا عينات. يعني ما تبقاش بتعمل النشاط بتاعها ده وتمارس نشاطها في إنتاج المنسوجات أو الملابس الجاهزة، بس يبقى في نفس الوقت بيضر البيئه بشكل او باخر. ان ماده الصرف الصناعي بتاعته مثلا بيأثر على البيئه، في مواد مسرطنه تنزل في الصرف الصناعي فيأثر على البيئه. ففي بعض المنظمات هي مسؤوله عن هذا الموضوع زي زد اتش اي سي والجودس والال دبليو جي. بدأنا عن طريق مع احد جهات المنحه حاليا وفرنا الاجهزه الموجوده، وحاليا بدأنا في توفير الاستاندرات والكيماويات عشان على نهايه السنه
هتكونوا معتمدين في هذه الجهات عشان نقدر نساعد المصدرين المصريين. ده هيوفر كتير جدا، لان سيادتك العينه الواحده بتتاخد وبياخد لازم عينتين في السنه، العينه الواحده بتتكلف حوالي 3000 دولار. فسيادتك دي بتكلف عاليه جدا على المصدر وبتاخد وقت كبير، والعينه مش مظبوطه بياخد عينه جديده. طبعا هنوفرها في مصر هنا بتوفير العمله الصعبه، وبالتالي المصدر المصري هيعرف ينافس السوق الخارجي. كويس جدا. طب ايه الحاجات التانية اللي حضراتكم بتحاولوا تدعموا بيها المصدرين عشان نزود من حجم صادراتنا الى الخارج؟ سيادتك قلنا في الاول شهاده المنشا. نعم. احنا عملنا بعد كده حاجه اسمها المصدر المعتمد. احنا موقعين اتفاقيات مع الاورو متوسطي، سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع تركيا الثنائيه او مع اغادير من 2007. كان المصدر الاوروبي بيقدر يصدر لمصر من غير شهاده منشا بحاجه اسمها فاتوره شهاده يورو 1 او يورو ميد. فده تكلفه اقل جدا عليه. المصدر المصري ما كانش بيستفيد، ما كانش فيه امكانيات في الهيئه تعمل هذا الموضوع. عرضنا معالي وزير التجاره والصناعه احمد سمير في شهر 10 اللي فات 10/22، الهيئه بقت جاهزه تصدر كده. بدايه من 1/1 اللي فات بدانا نسجل المصدر المعتمد، بقى فيه اكتر من 10 شركات دلوقتي مسجله عندنا، بقى عندهم القدره يصدروا مباشره. ده تكلفه قليله جدا عليه. بدانا حاليا كمان لقينا بعض الدول بتطلب شهاده البيع الحر او الفري سيل للسلع الصناعيه. ده احنا اصدرنا اكتر من 46 شهاده لغايه دلوقتي، كان الناس مش عارفه تصدر، مفيش جهه مسؤوله. برضو عرضنا على وزاره التجاره والصناعه واصدرت قرار الهيئه بقت مسؤوله عن شهاده البيع الحر. من 3-4 سنين لقينا ان بعض الدول بتحط بعض القيود على البلاستيك عشان هو مضر للبيئه، فلازم يكون البلاستيك ده يكون قابل للتحلل. انشانا معمل من سنتين، وعمل ده بقى معتمد، وخدنا علامه الجوده للسعوديه فيه علشان يصدر البلاستيك. البلاستيك ده سيادتك مش البلاستيك فقط، سيادتك الملابس لو هي متغلفه بالبلاستيك هو لازم بلاستيك من قبل التحلل. فكان هيمنع كل الصادرات سواء لدول الخليج او اي صادرات بيتم تغليفها بالبلاستيك برضو. فبالتالي انشانا هذا المعمل عشان نديله الشهاده دي عشان يسمح للصادرات. كويس. طيب على مدار يعني تقريبا سنتين منذ تولي حضرتك هذه المهمه، هل لامس انه حجم الصادرات المصريه بيحصل فيها تراجع ولا زياده ولا النسب مستقره؟ يعني النهارده في المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم على معدلات الصادرات الزياده حوالي 16% ومستهدف نوصل ل 20. هل في زياده لمسناها الفتره الماضيه للوصول الى 20 و30 ورب 40% كمان؟ ايه المعوقات اللي ممكن تكون موجوده ومحتاجه تزال عشان يحصل طفره في حجم الصادرات الى الخارج؟ هو مفيش معوقات، هو احنا بدأنا نساعد المصدرين. يعني احنا دلوقتي برضو مع احد الجهات المنحة ان المجلس التصدير للصناعات الهندسية كان عنده مشكلة ان مفيش معامل معتمدة للأجهزة المنزلية للخارج. بدأنا حاليا نعتمد، وهنعتمد في الجي مارك بتاعت الدول الخليج العربي، وبدأنا نعتمد في هذه المنطقة عشان نساعد المصدرين المصريين ان هم يصدروا. فاحنا يعني احنا ما بنقدرش نصدر أجهزة منزلية؟ بنصدر أجهزة منزلية، بس هو بيضطر يصفر هذا الجهاز لخارج مصر، يختبر خارج مصر عشان ياخد شهاده معتمده، فده تكلفه عاليه على المصدر. فبالتالي ما بيعرفش ينافس في السوق الخليجي. طب ما انا عندي المعمل موجود دلوقتي، بدات اعتمد في هذه المعامل، ده هو سيادتك ده الدعم ليه، بدات بيدفع الدعم، بيدفع الاختبار بجنيه المصري. انا جهه غير دافعه للربح، فبالتالي بساعده في هذا الاتجاه. فيقلل التكلفه عليه، فيقلل التكلفه عليه ويقلل الوقت الزمني كمان، كتير جدا. ميزه تنافسيه، ميزه تنافسيه. كويس. وده بقى متوفر، يعني نبدا نقدر نصدر قبل نهايه السنه هكون خلاص. انا خلال ما هو احنا بدانا من 2018 انشاء تطوير المعامل كلها عندنا. انتهينا من كم معمل بنطورهم؟ احنا حاليا اكتر من 300 معمل. كلهم بيتطوروا؟ كلهم بيتطوروا باجهزه كلهم جديده، كلها كانت المعامل واقفه من 2006 و7 ما اتطورتش. فاحنا بدانا من 2018 تطوير المعامل كلها. كويس. سواء صناعي او غذائي او كيميائي. حلو. الحمد لله انتهينا كلها منها نهايه السنه دي. هنقف؟ لا مش هنقف، احنا شغالين دلوقتي برضو. يعني مثلا زي اوروبا حاليا عملت ضريبه الكربون على 5 سلع. احنا بدانا دلوقتي بنعتمد مع احد جهات المنحه لانشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونيه اثناء التحلل الحيوي للمنتجات، عشان نقدر نساعد هذه الشركات للتصدير نحافظ على اكبر 5 سلع بتصدر لاوروبا، الاسمنت والحديد والالومنيا والاسمده. يعني نقدر نقول لحضرتك بشكل او باخر دايما بتبقى متابع ليه التغير اللي بيحصل في المواصفات القياسيه او المتطلبات اللي بتبقى موجوده الاسواق اللي احنا بنستهدفها، عشان تقدر تجهز نفسك ليها وتتيح المجال للمصدر على طول انه يقدر يصدر بسلاسل هذه الدول. هو ده التعاون مع المجالس التصديريه. احنا دائما في اجتماعات مع المجالس التصديريه، مع مجلس التصدير للطباعه والتغليف، مجلس التصدير للصناعات الهندسيه، مجلس التصدير للصناعات الغذائيه. كنا اخر اجتماع مثلا مع مجلس التصدير للحصاد الزراعيه، كان المجلس التصدير للحصاد الزراعيه ما يعرفش حاجه عن النظام المعمم، الميزان المعمم اللي خاص بالجي اس بي، اللي هو كانت الدول
اللي غير موقعه الاتفاقيات بتمنح بعض الافضليات لبعض الدول الاخرى، الدول المتقدمه للدول الاخرى تخش بافضليه بخفض جمركي يوصل 40%. قعدنا مع مجلس الزراعه والصناعه الزراعيه وفهمنا ووضحنا لهم هذه الاتفاقيه، ناس كتير ما كانتش عارفاها، فبالتالي بنوضح هذا الامور للمجالس. طيب. بنقعد مع المجالس نشوف هو مستهدف ايه. انا بقول للمجلس انا عندي بيانات، بقول لك البيانات تقرا عندك كذا، انت مستهدف ايه ورايح فين؟ بعرف منه الموضوع. هذه العلاقه بقى سواء مع جمعيه رجال الاعمال، في وجودي في المعارض كلها، وجودي مع مجالس التصديريه، وجودي مع اتحاد الصناعات، بنعرف هذه المشاكل وبنوفر امكانيات الهيئه لهذه الجهات. طيب ولو في النهارده مصنع بينتج منتج بينزل المنتجات بتاعته في السوق المحلي بشكل عادي جدا، بس قرر انه طبعا عايز اصدر، تمام، بس مش عارف يبدا منين ويعمل ايه، يقدر يجي لحضراتكم تساعدوه؟ في عندي وحده اسمها وحده دعم المصدرين. الوحده دي بتشتغل بالتنسيق تماما، وحده تسهيل عمل المصدرين بتشتغل مع وحده دعم المصدرين في مصلحه الجمارك. انا عندي ناس كتيره جات لي مش عارف يصدر، بيجي عندي الوحده ديت، الوحده فيها مجموعه مؤهله بتقول له انت هتصدر دوله ايه، بنبدا نجيب له او بالتنسيق معاه المواصفه اللي خاصه بهذه الدوله، وناخد منه العينه نختبرها في المعمل عندنا، نشوفها مطبقه ولا لا، لو مش طبقه نقول له خلي بالك دي مش طبقه طبقا للدوله دي، عدل العينه بتاعتك. بنبدا نتواصل معاه لغايه ما تبقى عينته جاهزه لهذه الدوله، بنوفر له كل الامكانيات سواء البيانات او بالتوثيق مع التمثيل التجاري في الوزاره او التنسيق مع مجالس التصديريه او مع غرف التجاريه، وبنخليه يصدر للجهه دي. بس يوصل لحضراتكم ازاي بقى؟ عشان يعرف. في عندنا فندم الموقع يتونت على الهيئه، ده باللغه العربيه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. في عندنا الخط الساخن للهيئه 19591. في عندنا صفحه الفيسبوك بتاعت الهيئه. في عندنا خدمه المواطنين، دي موجوده يوميا في الهيئه. احنا موجودين في كل المعارض. كويس. موجودين مع جميع الجماعات رجال الاعمال، بنقعد معاهم نوضح لهم مهام الهيئه ايه وامكانيات الهيئه ايه عشان يقدروا يصدروا. كل ده فيما يخص رحله الصادرات. نيجي بقى للناحيه الثانيه، رحله الواردات. تمام. ايه اللي حضراتكم بتقوموا بيه لضمان انه اي شيء، اي منتج وارد من الخارج يبقى مطابق للمواصفات وذات جوده عاليه، يعني تليق بالمواطن المصري؟ طب ناكد ان مرحله الفحص عندنا ثلاث مراحل. الفحص المستند الاول، لان في بنتاكد ان هذا المستندات القادمه الى مصر مطابقه للقواعد والقوانين الصادره من قطاع من وزاره التجاره والصناعه. ثم الفحص الظاهري، بتنزل مجموعه تفحص ظاهري هذا المنتج، تاكد ان هو عليه جميع البيانات اللي خاصه بالمنتج. بتاخد منه عينات ممثله طبقا لقرار رئيس الوزراء 1186، بياكد ازاي نفحص الرساله، ناخد عينات عشوائيه ازاي، ثم تروح المعمل، ونقدر بعد كده ندي الرساله دي نقل وتخزين خارج المينا، لان المينا ده مش مكان تخزين، المينا ده مكان مرور. فبنديها نقل وتخزين خارج المينا، وناخد هذه العينه نحلها في المعمل. هذا المستورد ما يقدرش يتصرف في هذه الرساله النهائي غير بياخد طبقه من عندي. لان ممكن النتيجه دي تقعد في المعمل تقعد يوم، ممكن المواصفه بتقول اختبار يقعد يوم، وفي مواصفه تقول تقعد 14 يوم زي السيراميك، في مواصفه تقول زي اللمبات تقعد 40 يوم، تقعد 1000 ساعه في الجهاز شغاله عشان تتاكد. والسلع الغذائيه بتقعد قد ايه؟ السلع الغذائيه تبقى للمواصفه بتاعتها، في اللحوم بتقعد 3 ايام، في سلع غذائيه بتقعد يومين، تبقى للمواصفه، المواصفه القياسيه لكل سلعه يعني مدرجه فيها ازاي الاختبار طريقه اختبار. فانا جهه منفذه للمواصفات والخاص اللي صادره من الهيئه العامه لمواصفات وجوده. كويس. واي حاجه فيها شيء غير مطابق للمواصفات حضرتكم بتعملوا فيه ايه؟ بيتم رفضها تماما مع حفظ الحق المستورد. احنا عندنا اللائحه بتقول انه من حقه يسحب سحبه اولانيه وسحبه ثانيه، ممكن يجيب خبير ويحضر مع عندنا، وده حصل كتير جدا، والخبره جم معانا خبره اللي هي يعني حضرتك بتفحص مره، لو طلعت النتيجه فيها شيء سلبي بسحب تاني، تسحب مره تانية عينه وتفحصها تاني. ومن حقه يجيب خبير في المره الثالثه، يجيب خبير اللي هو الشركه المنتجه ويقعد معانا. حصلت كتير جدا من شركات بوش او شركات بيجي يقف معانا في المعمل ويتاكد ان احنا يتاكد المعمل ده معتمد الاول، يتاكد ان الجهاز متعاير مظبوط، يتاكد ان اجراءات الاختبار كويسه جدا، وبالتالي بختبر الجهاز قدامه. كويس. نسبه كبيره جدا بطلع انا صح. كويس. طيب يعني ده شيء عظيم واجراءات كلها مهمه جدا، بس اللي بيتفرج عليه دلوقتي بيقول طب وانا ازاي بنزل السوق النهارده، ساعات بلاقي حاجات مضروبه مش مظبوطه مش مطابقه للمواصفات، اشتريها تبوظ تاني يوم، الحاجات دي كلها. انا مسؤول عن السلع الوارده من مصلحه الجمارك، السلع كامله الصنع. مستلزمات الانتاج معظمها ما تعرضش عليا، معظمها. فبالتالي ممكن تكون مصنع محلي، انا مش مسؤول عن السوق المحلي، انا مسؤول عن الواردات من الخارج فقط لا غير. بيبقى في حاجات مستورده حتى يعني بيختصوا بالاسم، ساعات يقول لك اصل دي من مش عارف ايه، عشان معروف انه من الدوله دي ساعات بتيجي حاجات مش كويسه، ولا ده ساعات بيمر بطريقه صعب يخش بالطرق القانونيه. ده بيبقى في الغالب بطرق غير قانونيه. طرق غير قانونيه. ربنا يا رب يعني يوقف لهم حالهم ما دام بيخشوا بطريقه غير قانونيه. باشمهندس عصام استمتعنا جدا بالحوار مع حضرتك.
ويعني حجم التطوير اللي حصل في المعامل المصرية الحقيقة محل إشادة من المتعاملين مع هذه المعامل، سواء من المصدرين سابقا بما أنهم جزء منهم دلوقتي مع هيئة سلامة الغذاء، أو من المصدرين، لا عفوا، المستوردين. فبالتالي بيشيدوا بحجم التطوير اللي حصل، ويا رب دايما يبقى في تسهيل أكتر للإجراءات للمصدرين عشان نقدر نزود من حجم الصادرات إلى الخارج، ويعني النسبة تزيد عن 20% اللي كان أعلن عنها دكتور مدبولي النهاردة. أضيف حاجة صغيرة؟ اتفضل. أنا بشكر زمايلي في الهيئة طبعا. أنا بقى 3 سنين في الهيئة، فبشكر الهيئة كويس قوي، زمايلي كلهم، هم كلهم يساعدوني على كده. أنا لما بدي زميلي في الهيئة الخبرة وبديله الثقة بنفسه في الجهاز، فبيقف الجهاز، بيبقى جهاز كويس، بديله خبرة، بسفره بره يتعلم، يقف مع زميله على الجهاز زيه بره، يبقى عنده ثقه في نفسه، بيقدر يشتغل كويس. ليهم كل التحيه والتقدير، ويا رب دايما كده يبقى بيقدموا افضل حاجه للمصدر والمستورد ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا المهندس عصام النجار، رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، شرفتونا ونورتنا. شكرا. وبشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، نلتقي غدا بمشيئه الله على الف خير، دمتم في امان الله.